يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، فيها تفاصيل لأول مرة هتشوفوها من خلال شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الترند بخصوص القصة الأخيرة بتاعت فضل وكهربا، وهنتكلم بتفاصيل كتير جدا في الجزئية دي، وده أهم حاجة عندنا النهاردة في الحلقة. في الحقيقة هنتكلم فيها بخلاف الأخبار طبعا اللي بتهم نادينا النادي الأهلي، وأخبار محلية وعالمية أخرى هنتكلم فيها على مدار فقرات حلقة الترند النهاردة. كمان الأهم بالنسبة لنا تواصلنا معاك وتواصلكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال ممتد معانا لحد نهاية هذا الأسبوع: وفي رأيك إيه هو التشكيل الأمثل للنادي الأهلي هذا الموسم بعد انتهاء بطولة الدوري؟ هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم من الترند. لكن دايما البداية بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يشكو فضل لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط دفاعا عن حقوق كهربا. 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب استعدادا لتوجو. أما في الترند العالمي: إشادة عالمية بمستوى النني أمام مانشستر يونايتد، ما شاء الله عليه. ما تروحوش في حتة، لأن الكلام مهم قوي قوي وبتفاصيل وبفيديوهات موثقة كمان هنعرضها لحضراتكم بعد هذا الفصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. للأسف الواحد كان حابب أنه يتكلم في أمور إيجابية في حلقة النهاردة في الترند، زي ما احنا متعودين دايما بنشوف إيه الإيجابي، إيه الكلام عن النادي الأهلي، حتى لو في حاجة سلبية بنعلق عليها زي ما احنا متعودين دايما في حلقات الترند. لكن العنوان الأبرز في السوشيال ميديا وفي الإعلام الرياضي على مدار الساعات السابقة هو نفوذ محمد فضل واستغلاله لهذه النفوذ، بما أنه عضو في اللجنة الخماسية وموظف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في اتحاد الكرة المصري وبيتقاضى مرتب، تمام؟ فبالتالي احنا مضطرين ان احنا نتكلم على الجزئية دي، ومضطرين ان احنا نوضح لحضراتكم كل الامور بأدق التفاصيل، زي ما انتم برضو متعودين من خلالنا. لما في حد هيخدش الاهلي كده، هيخدش الاهلي او يجي على الاهلي بدون اي وجه حق، لا هنقف له وهنرد عليه وبمنتهى الذوق والادب والاحترام اللي احنا دايما متعودين عليه، تمام؟ رغم ان الكابتن محمد فضل في الحقيقه، يعني في الحقيقه تجاوز كل الحدود، تجاوز كل الحدود. لكن هي ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ الكابتن محمد فضل، وزي ما حضراتكم تابعته وعارفين كلكم، حضر في مقصوره استاد الاهلي والسلام بعد مباراه الاهلي وطلع الجيش، او خلال المباراه يعني حضر، بما انه مندوب الاتحاد المصري لكره القدم، عشان يسلم النادي الاهلي درع الدوري ويسلمه درع البطوله. لكن للاسف هو واضح انه كان جاي عايز يعمل مشكله وخلاص، ويفسد احتفالات الاهلي ببطوله الدوري. رغم بالمناسبه ان كان من المفترض ان الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه لكره القدم هو اللي يحضر، لكن الراجل اعتذر علشان ظروف صحيه فما فيش مشكله. ورغم كل ده ان الكابتن محمد فضل هو اللي موجود، رغم كده الكابتن محمود الخطيب بقيمته وقامته الكبيره نزل معاه لارض الملعب عشان يكبره، عشان يديله قيمته، علشان يديله احترامه ويسلموا هما الاثنين درع الدوري للفرقه، رغم ان هو بس مجرد موظف ومندوب من الاتحاد المصري لكره القدم. حلو حلو. فالكابتن محمود الخطيب نزل وبيتعامل بادب واحترامه واخلاقه واللي احنا عارفينها طبعا عن بيبو يعني، وادى لفضل احترامه واداله قيمته. لكن للاسف فضل ما عملش حساب لجزئيه مهمه زي دي خالص. انا ما اعرفش هو شايف نفسه ايه او فاكر نفسه ايه بصراحه يعني، لان الموضوع افور قوي. المهم نزل وسلمه الدرع، وحصلت اللقطه بتاعت كهربا ومحمد فضل، وانا هعرض لحضراتكم التفاصيل دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه من خلال فيديوهات ما شفتهاش في اي حته قبل كده. طيب ليه ده حصل اصلا؟ هل في رواسب؟ في مشاكل؟ فضل شايل من كهربا؟ شايل من كهربا. كهربا شايل من فضل؟ شايل من فضل. لكن هل كهربا غلط؟ لا ما غلطش. الفيديوهات كل مصر ايه العالم كله شافها. كهربا كان رد فعل ومش فعل، وده واضح وضوح الشمس لاي حد هيتفرج على الفيديوهات بمنتهى الحياديه.
ورغم كده رغم كده النادي الاهلي عمل ايه وهو مع الحق. بص بقى قيمه الاهلي، بص الاهلي بيفكر ازاي وبيتصرف ازاي. الاهلي تصرف تصرفات الكبار. انا الكبير، انا اللي احتوي، انا اللي احتوي، انا اللي الم القصه. بما ان خلي بالك محمد فضل كان ابن من ابناء النادي الاهلي، محمد فضل كان ابن من ابناء النادي الاهلي، وبناء عليه النادي الاهلي تعامل من هذا المنطلق وتعامل وتصرف تصرفات الكبار. لكن اللي ادهش مسؤولي النادي الاهلي، وهي حاجه في الحقيقه كانت قمه المفاجاه، وبالمناسبه امبارح قبل حلقه امبارح تحديدا انا كنت جاي معايا تفاصيل كتير جدا على اللي بيعمله كابتن محمد فضل عشان يجيب عقوبه على كهربا، لكن لما بقى فيه تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ فخلاص الامور اتلمت والدنيا كويسه ومفيش اي مشكله، خلاص نقفل على القصه ودي تصرفات الكبار زي ما اتكلمنا. لكن الاهلي فوجئ ومسؤولي النادي الاهلي فوجئ بمداخله للكابتن محمد فضل امبارح بالليل في برنامج بتاع سيف زاهر، او قول بتاع محمد فضل مش هتفرق كتير، اتنين صحاب وسيف زاهر يعني ايه الداعم الاول والداعم الاعلامي الاول لصديقه العزيز والمقرب منه محمد فضل، وجابوا في مداخله وفوجئنا محمد فضل الراجل قال لك انا هتقدم بمذكره وشكوى للجنه الانضباط علشان يشوفوا العقوبه اللي هتبقى على كهربا ايه. وكانت في الحقيقه صدمه للكل، لان الناس في الاهلي افتكروا ايه؟ قال لك خلاص بقى الموضوع خلص، يعني ما في خلاص القصه خلصت، اتكلمنا والدنيا اتحلت ومفيش اي مشكله، وفي الاخر فضل ابن من ابناء النادي الاهلي وكلام من ده. وفضل امبارح في مكالمته مع سيف يقول لك ايه؟ اصل لازم الناس تفصل ما بين انك كنت لاعب في النادي الاهلي وانك مسؤول عن الاتحاد المصري لكره القدم دلوقتي ومش عارف ايه وكلام من ده. هو انت عشان تثبت كده تاخد قرار دون اي وجه حق عشان تقول يا جماعه خلوا بالكم انا هنا مش اهلاوي عشان تبقوا عارفين بصوا انا بعمل ايه اهو، انا هعاقب كهربا باي طريقه. انت عشان تثبت انك مش اهلاوي في مكانك، وعلى فكره دي حاجه احترافيه، بس تبقى احترافيه لما ما تجيش على حق الاهلي عشان تثبت انك مش اهلاوي في مكانك، لكن انت عايز تثبت بطريقه غير شرعيه. المهم واتكلم مع الكابتن سيف زاهر وقال له وعد له واستقر في الاخر ان هو كده كده هيقدم الشكوى في كهرباء. طب يهديك ما فيش فايده. خلاص اوكي. وانا عايز الوم على سيف في الحقيقه في الجزئيه دي، يعني مع احترامي ليه، يعني المفروض ان كاعلامي انا جبت مداخله المسؤول في الاتحاد واتكلم وقال رايه، ما فيش مشكله اجيب مداخله من مسؤول النادي الاهلي بعد تصريحات محمد فضل عشان اسمع. لكن ده امر مش جديد على سيف زاهر بصراحه، يعني امر مش جديد عليه خالص. صاحب مقوله الاهلي مشكلته في المكتب مش في الملعب، وانا بصراحه من ساعتها عمال ادور على المشاكل اللي في المكتب مش لاقيها، ادور على المشاكل اللي في الملعب برضو مش لاقيها. مش شايف غير الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله بيوصل لنهاية افريقيا وبياخد بطولات في كل الالعاب اللي موجوده في النادي. لكن ما علينا، ده امر مش جديد على سيف زاهر يعني. فنرجع لمرجوعنا لمحمد فضل. فهو من ساعه مباراه السوبر، وانا هفكركم لما اتسال الراجل قال له مين المتسبب الرئيسي في احداث مباراه السوبر، قال لك كهربا، وتسبب في ايقاف كهربا، تسبب في ايقاف كهربا لنهايه الموسم قبل ما يستأنف في النادي الاهلي ويبقى الايقاف لعشر مباريات. اتوقف الراجل كام مباراه، وبعد كده جت كورونا قعد وتوقف كمل بقيه الايقاف لما بعد كورونا، قعد الراجل ست سبع شهور ما بيلعبش كوره. فانت يعني بتاثر في مستقبله، بتاثر في مستقبله بطريقه، فطبيعي ان كهربا كمان يشيل، رغم ان كهربا شايل لكن هو ما تصرفش تصرف يتلام عليه ابدا ابدا. واحنا هنشوف كل حاجه بالتفاصيل يعني دلوقتي. فهو في الحقيقه موقف مستغرب. بناء عليه النادي الاهلي لما اتفاجئ بالتصريحات دي فخد قراراته وخد موقفه الطبيعي. بقى انا اتعاملت معاك باني الكبير وباحترام، فكان من المتوقع انك تستقبل الاحترام بالاحترام، لكن انت هتاخد اساليب تانية فالاهلي هياخدها، والاهلي مش هيسيب حقه. انسى انسى ان الاهلي يسيب حقه. اي واحد لبس تيشيرت الاهلي واتغلط فيه او حد تجاوز في حقه الاهلي هيجيبه له، هو الاهلي كده ما تحاولش، ومفروض انك عارف كده كويس جدا. فالاهلي قال لك ايه؟ لا انا هقدم شكوتين.
الشكوى الاولى وتقدمه خلاص فعلا للاتحاد المصري لكره القدم ضد محمد فضل وتجاوزه في حق كهربا. الشكوى الثانيه للمستشار سيد البنداري، تمام، رئيس لجنه او الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم ضد محمد فضل وتجاوزه في حق كهربا. وده الخطوات او دي الخطوات اللي خدها النادي الاهلي بعد ما كان الاهلي امبارح بصراحه يعني عن طريق كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلمتين غايه في الادب والاحترام وحاجه معروفه عن النادي الاهلي، لكن خلاص انا بلم، انت مش عايز تلم خلاص اوكي مفيش مشكله. لكن تعالوا بقى نشوف مين اللي غلطان. اعرض لي فيديوهات يا بيبو، هات لي الفيديو الاولاني، ادي الفيديو الاولاني وامشي معايا كده بقى ايه واحده واحده ماشي علشان نوضح للناس الامور كلها، وانا اعتقد ان الدنيا واضحه للناس كلها، لكن دي فيديوهات ما شفتهاش في حته وهي حصريه بس عندنا في الترند. هات ارجع معلش يا بيبو تاني، ارجع اللقطه اللي فاتت دي. ايوه ادي الكابتن محمود الخطيب طبعا بقيمته وقامته وحاجه بصراحه يعني كبيره. انا كلامي هيبقى مجروح في الكابتن محمود الخطيب فانا مش هتكلم على الكابتن محمود الخطيب. لكن بص كهربا الراجل شايل ابن مين؟ مؤمن، ده مالك ابن مؤمن وبيسلم على الكابتن محمود الخطيب وبيسلم على مؤمن وسلم على مدام مؤمن زكريا، ما سلمش على ايه؟ على الكابتن محمد فضل. ارتكب جريمه. استنى بقى، لا استنى يا بيبو معايا، ارجع سنة، ارجع ارجع ارجع، تمام اهو. بص بقى، بص مين اللي بيمد ايده؟ مين اللي بيمد ايده؟ وبيمد ايده ليه؟ ما امشي يا بيبو، ادي مد ايده فالكهرباء بيبعد ايده، مد ايده والكهرباء بيبعد. طب انت بتمد ايدك ليه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ هو في مسؤول يعمل كده؟ في مسؤول يعمل كده؟ ده يا راجل في مثل بيقول لك ايه؟ لما تمد ايدك بتتساوى الرتب. فانت المفروض كمسؤول في الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد المصري لكره القدم حاجه كبيره قوي انك ما تبقاش دي طريقتك ولا ده اسلوبك ابدا ابدا. ارجع لي تاني يا بيبو للقطه معلش. فانت بتمد ايدك وعايز كهربا ما يبعدش ايدك؟ ليه يعني؟ بتاع ايه؟ اي حد عنده كرامه لقى حد من الباب للطق كده بيمد ايده وبيزق ايده والله لو هتوقف 10 شهور، والله لو هبطل كوره مش هسمح له يعمل كده. ده الطبيعي، ده الطبيعي عند اي حد. انا بصراحه بصراحه بعد اللقطات دي عايز اشكر كهربا انه تمالك اعصابه. برافو عليك يا كهربا انك تمالكت اعصابك وبس حاولت تبعد ايد فضل. لان يا راجل طب حتى اعمل اعتبار لمالك ان ما كهربا شايله وكهربا عايز يرسم البسمه على مؤمن وكلنا رايحين عشان نرسم البسمه على مؤمن زكريا. لكن انت حتى مش عامل احترام لمؤمن ولا عامل احترام للكابتن محمود الخطيب يا راجل اللي نزل معاك، اللي نزل معاك رغم ان كان المفترض يبقى رئيس اللجنه الخماسيه هو اللي موجود، لكن عشان يكبرك نزل معاك لان دي اخلاق الكبار. وده الطبيعي على النادي الاهلي. فانت تروح عامل تصرف زي ده بتاع ايه؟ تمد ايدك ليه يعني؟ انت ازاي تمد ايدك دي وباي حق؟ ومين يحاسبك؟ مين هيحاسبك يا فضل؟ ده الفيديو الاولاني واعتقد التفاصيل فيه واضحه جدا. طب هات لي الفيديو الثاني كده يا بيبو الاقرب. ايوه هو ده. بص بقى ادي واحد اتنين وماشيين واحده واحده اهو ابتدى امشي. معلش يا بيبو عايزين نمشيها واحده واحده قوي على مهلك يا بيبو، على اقل من مهل. بص يا حبيبي اهو ادي فضل، ادي اهو اهو مد ايده. كهربا عمل حاجه قبلها؟ كل اللي عمله كهربا انه ما سلمش على فضل. يا عم هو حر، هو حر مش عايز يسلم، هو حر هو عشان ما سلمش. بص بقى، بص بص زياده، ارجع ارجع تاني يا بيبو معلش، خلي بالك طويل قوي معايا وخلي حضراتكم بالكم طويل قوي معايا. واحنا امبارح ترفعنا والنادي الاهلي ترفع انه يتكلم في مثل هذه الامور، لكن محمد فضل مصمم. طب اهلا بيك، انت مصمم اهلا بيك. اهو اهو بيبعد ايده وساكت، بيبعد ايده وساكت، والراجل مصمم، فضل مصمم يزق في كهربا. طب انت مش فاهم يعني، طب عايز كهربا يعمل ده يعني؟ مش عايز اقول يعني كهربا كويس قوي، كويس قوي وده الطبيعي. وانا كده يعني عايز اقول ان كهربا بتعلم من دروس قبل كده، واضح قوي في الفيديو ده ان هو ما تجاوزش وبس اكتفى بابعاد يد محمد فضل. بل الاكثر كمان، الاكثر ان محمد فضل تلفظ في حق كهربا ببعض الالفاظ زي مثلا يا قليل تقليل الادب. في الفاظ تانية بس انا مش عايز اقولها ومش هينفع اقولها، تمام؟ لكن الفيديوهات واضحه ايه لحضراتكم، الفيديوهات واضحه لحضراتكم. فبالتالي الاهلي مش هيسيب حقه والاهلي هيصعد
لو في عقوبه في حق كهربا الاهلي هيصعد، سواء لوزير الشباب والرياضه، للجنه الاولمبيه، للفيفا اللي معينه محمد فضل هيصعد لها. ليه؟ مش عشان الاهلي بقى جامد وبتاع، لا، عشان الاهلي عارف ان هو عنده حق، الاهلي عارف ان ابنه ما غلطش اللي هو كهربا. لكن تعالى لي في جزئيه ثانيه بقى غايه في الاهميه، والنهارده تم الاعلان عن اسماء لاعبي المنتخب من النادي الاهلي، مش من ضمنهم كهربا. طيب خد الكواليس دي بقى. امبارح احنا لما بقى حصلت مشكله كهربا، فانا وانا جاي في الطريق عملت كام تليفون كده نحاول نعرف القايمه هتبقى ايه، هل في نيه لاستبعاد كهربا ولا لا. فجات لي المعلومه ان الراجل مصمم وضاغط على الكابتن حسام البدري، وانا دي حاجه مستغربه جدا يا كابتن حسام بصراحه، ان هو يبعد محمود عبد المنعم كهربا عن المنتخب. تمام؟ فقلت لا، كابتن حسام مش يعني مش هيتنازل عن حاجه، ده حقه وده منتخب مصر مش منتخب محمد فضل خالص يعني. فبالتالي كان في ضغوطات من كابتن محمد فضل لابعاد كهربا عن قائمه المنتخب كعقوبه اوليه ليه بعد احداث مباراه طلائع الجيش. تمام؟ للاسف الشديد الكابتن حسام البدري للاسف وافق واستبعد كهربا. هتقولي طب ما هو ممكن يكون الكابتن حسام البدري مش مقتنع بكهربا. هقول لك طب ما هو الكابتن حسام البدري ضم لاعب بقاله سنه ما بيلعبش. هل ده منطق ان انا اضم لاعب بقاله سنه ما بيلعبش واسيب واحد في مباراه طلائع الجيش كان نجم المباراه وبيلعب مع النادي الاهلي ومستواه كويس وبدنيا كويس وجاهز وكل حاجه في مباراتين مهمين قوي بتوع توجو في بطوله التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه؟ فده اكبر دليل، ده اكبر دليل ان ضغط محمد فضل اتى بثماره مع الكابتن حسام البدري. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه في تفاصيل تانية هتكلم فيها في الموضوع ده، استنوني. كان في كلام بقى ايه دلوقتي طالع يقول لك اصل خلاص هيبقى في عقوبه لكهربا. طيب لما كهربا اتعاقب في السوبر، فاحنا سالنا يا جماعه هو كهربا اتعاقب، اشمعنى كهربا اللي خد العقوبه القاسيه قوي دي؟ اشمعنى يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ فقال لك اصل هو اللي ابتدى، اصل كهربا هو اللي ابتدى في ماتش السوبر بتاع الامارات. تمام؟ طيب هاتوا لي بقى الفيديو تاني، معلش يا بيه، معلش انا تعبك معايا النهارده، هات لي الفيديو كده تاني عشان نشوف مين اللي ابتدى ونشوف عقابه هيبقى ايه. طب ما هو مبادئ ما تتجزأش، او خلاص يعني انت بكل المقاييس لازم العقوبات تتساوى بقى. مين اللي ابتدى؟ هو الراجل سلم على واحد والتاني والتالت، ما سلمش على الرابع، هو حر براحته، براحته، ما حاجه ما يتلمش عليها كهربا يعني. مين اللي ابتدى؟ اهو فضل. مين ابتدى؟ فضل. تاني مين ابتدى؟ فضل. مين ابتدى؟ وكهربا عمال يبعد ايده، وكهربا يبعد ايد فضل، ابعد يا فضل يا عم، عايز مني ايه؟ سيبني، عايز مني ايه؟ وهو مستمر ومصمم ويتجاوز لفظيا في حق اللاعب. طب احنا عايزين نشوف دلوقتي بقى ايه اللي ابتدى اهو، عشان اللي ما شافش يشوف اهو. تاني اللي بيبتدي مين؟ فضل. لما نشوف العقوبه على فضل هتكون ايه؟ ده لازم العقوبه تكون اقصى، لان هو المفروض قدوه، المفروض ان هو قدوه، لانه في مركز في اتحاد الكوره مهم، عضو اللجنه الخماسيه المؤقته اللي كمان اسبوعين خلاص يعني يعني هيمشي، ومعين من قبل الفيفا بمرتب يعني. فما نشوف عقوبه فضل هتكون ايه يعني. لكن لو انت فاكر يا كابتن فضل، لو انت فاكر ان هيتم تفصيل عقوبه لكهربا، لا انت بتحلم. من الاخر انت بتحلم. لو هيتفصل عقوبه تاني لكهربا ده حلم يعني، حاجه في الاحلام، مش هتحصل، والاهلي مش هيسكت ومش هيسيب حق اللاعب بتاعه ولا حق النادي خالص. وخدوها مني كلمه، انا باكد لكم اهو، الاهلي هيصعد وعنده اكتر من سكه هيمشي فيها لو في عقوبه في حق كهربا. هو كده مبدئيا ادى شكوتين، لجنه الانضباط واتحاد الكوره. اللي جاي ايه؟ السكك ايه؟ السكه الاتحاد الدولي، اللجنه الاولمبيه، وزير الشباب والرياضه، السكك كتير، والاهلي وهيوصل لابعد درجه. طيب هو حجه الكابتن محمد فضل ايه؟ بيقول لك اصل، ارجع لي بقى بيبو، بيقول لك ايه؟ اصل كهربا اخترق البروتوكول بتاع تسليم درع. ده هو فين البروتوكول ده؟ فين البروتوكول يعني؟ طب ما هو النادي الاهلي بعت لك خطاب وطلب منك، قال لك يا كابتن فضل، او يعني طلب من اتحاد الكوره يعني، قال لهم يا جماعه حاولوا تاجلوا الاحتفال ده، خلوه في وقت تاني عشان احنا عايزين لعيبتنا تبقى مركزه في افريقيا. وانت سربت الخطاب ده للاعلام، مش انت سربته للاعلام وفوجئنا بيه موجود على السوشيال ميديا وفي كل المواقع وكلام من ده؟ طب ليه ما خدتش بكلام النادي الاهلي يعني؟ ده المفروض يبقى قلبك عن النادي والناس وجهه نظرهم المسؤولين ان دلوقتي ده مش توقيت احتفال، لان لسه عندنا بطوله اهم مقبلين عليها، فعايزين نفضل في تركيزنا وفي قمه هذا التركيز عشان نبقى في نفس المستوى اللي كنا عليه في مباراتي الوداد، ده ناقص لنا خطوه ناخد البطوله باذن الله يعني.
فانت سربت الخطاب. طب ليه ما سمعتش كلام؟ هو فين البروتوكول اصلا؟ وبعدين هو انت يعني انت كمسؤول كبير في اتحاد الكوره، هو انت المفروض انت اللي تنظم وتبعد الناس وتعمل، ولا المفروض في ناس منوطه بهذا التنظيم؟ المفروض ما تقلش انت بنفسك وتبعد لاعب او تعمل وتحط نفسك في الشكل ده، يعني حاجه غريبه جدا بصراحه، حاجه غايه في الغرابه يعني. ففي كل الاحوال يعني في كل الاحوال حق كهربا هيجي، ولو الراجل اتعاقب الاهلي مش هيسكت تاني، باكد مش تاني بقى، ده تالت ورابع وعاشر اهو. الاهلي مش هيسكت ومش هيسيب حق اللعيب ومش هيسيب حق النادي، وكل السكك هياخدها وهيوصل لابعد درجه، عشان في الحقيقه الكابتن محمد فضل تجاوز كل الحدود، تجاوز كل الحدود. ده بخصوص الفيديو وبخصوص الواقعه اللي حصلت في مباراه الاهلي وطلائع الجيش. وانا حبيت ان انا ماشي يا بيبو، شكرا يا بيبو، اهو بيأكد على حضراتكم مخرجنا العزيز على اللقطات الحصريه لينا في برنامج الترند النهارده، لقطات حصريه اهي ما اتذاعتش في اي حته، وبصوره قريبه جدا جدا من الحدث، اهو قريبه جدا جدا من الحدث. فالصوره بألف كلمه يعني بصراحه، الموضوع مش محتاج تفاصيل يعني، لكن احنا لازم نحط دايما حضراتكم في كل التفاصيل الخاصه باي واقعه، واي حد يتجاوز في حق الاهلي او اي حد فاكر ان هو يعني بيستخدم نفوذه بطريقه زي زياده عن اللزوم بصراحه يعني. يعني مش فاهم يعني، هو ما فيش حد غيره جه في اتحاد الكره؟ مع احترامنا لشخصه طبعا، احنا بنتكلم على وقائع، بنتكلم على امور حدثت يعني، وبنتكلم على واحد بيجي في حق النادي وفي حق لاعب عشان خاطر يصفي مشاكل وعشان خاطر اللاعب ده ما سلمش عليه يعني، هل ده منطق؟ هل ده عقل؟ نروح لفاصل، نروح لفاصل وبعد الفاصل نشوف فقرات حلقتنا النهارده، يلا بينا. طيب خلينا نشوف ترند الاهلي النهارده فيه ايه، وايه الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في مختلف الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا. سوبر كوره نبتدي بيه وحسابه الرسمي على فيسبوك، وبيتكلموا على احصائيه مهمه قوي قوي، ان الاهلي رقم واحد عالميا في الاكثر تتويجا. ازاي؟ من ناحيه ايه؟ تحديدا في القرن ال21، الاهلي بعد ما حصد بطوله الدوري الاخيره دي بقى عنده 42 بطوله منذ بدايه هذا القرن. بيتصدر ترتيب الانديه العالميه. مين المركز الثاني؟ بايرن ميونخ 40 بطوله، بعدين فريق لينكولن 40 بطولة، ده فريق من جبل طارق، برشلونة الأسباني 34، بورتو البرتغالي 33، شختر الأوكراني 33، سلتيك 33 برضو، عدد من الأندية يعني الموجودة كمان أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ريال مدريد 30 وباريس سان جيرمان 29، وده يعني رقم مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله هي خطوة كمان مهمة، لأن ال 42 بطولة دول يشملهم كمان الألقاب القارية، الأهلي متفوق فيها على كل الأندية في أفريقيا، إن شاء الله يكون الأهلي بطل القرن الجديد كمان. طيب خلينا نروح لحساب فلاش كورة على فيسبوك، وبيتكلموا بعد نهاية الدوري وبعض الإحصائيات المهمة، وبالتحديد على أكثر اللاعبي البطولة استخلاصا للكرة، منهم محمد هاني اللي لازم نشيد بيه كل الإشادة بصراحة، نجم كبير جدا والظهير الأيمن القادم لمنتخب مصر، يعني لعيب مميز قوي. هاني عمل إيه؟ هو أكثر لاعب استخلص للكرات برصيد 223 كورة، وبعديه عمرو سليم 218، ألي دانج 215، أيمن أشرف 205، محمد حمدي 183. محمد حمدي ده لاعب بيراميدز وناشئ الأهلي السابق، لكن أيمن أشرف بصراحة برضه عامل موسم ممتاز، ديانج كذلك، عمرو سليم لا غبار عليه، بجانب محمد هاني أحد اللاعبين في المميزين في النادي الأهلي وأكيد في منتخب مصر، أول أربع لاعبين من النادي الأهلي، فده رقم مميز. تعالى بقى البطل النادي الأهلي وبطل منتخبنا الوطني محمد الشناوي من حساب سبورت 360 على تويتر، وبيقولوا الاهلي بطل الدوري، الاخطبوط محمد الشناوي لاعب الموسم لانه ساهم بشكل كبير جدا في تحقيق مش بس بطوله الدوري، لا كمان تحقيق بعض الارقام القياسيه اللي قدر الاهلي يفوز بيها او قدر يحققها على مدار هذا الموسم، فيما يتعلق بالكلين شيت، فيما يتعلق بعدد الاهداف اللي دخلت في مرمى النادي الاهلي، يعني امور كتير جدا مميزه قدر يحققها محمد الشناوي. هم هنا في تقريرهم يعني بيقولوا ان الاهلي كان حاسم اللقب من بدري بعد ما الغريم التقليدي طبعا نادي الزمالك وله كل التقدير والاحترام طبعا المتكامل، زي ما هم بيقولوا رمى المنديل مبكرا، ظروف يعني ما كانش فيه منافسه قويه هذا الموسم، لكن الاهلي هو كان يستحق هذا اللقب عن جداره واستحقاق، وكان احد ابطال النادي الاهلي طبعا محمد الشناوي. الوطن سبورت وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على موسيماني وتحذيره للاعبي الاهلي من التجمعات خوفا من الاصابه بكورونا. بصوا بقى، احنا مقبلين الفتره الجايه على الاجنده الدوليه والتصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. فعندك لعيبه هتسافر ربنا يستر، وعندك لعيبه موجوده على منتخب مصر،
وربنا يستر، ونتمنى طبعا التوفيق في الاول وفي الاخر مصلحه منتخب مصر فوق الجميع، يعني ما حدش يقدر يتكلم ولا يقول حاجه في الجزئيه دي. لكن من ضمن تحذيرات موسيماني المهمه قوي قوي ان كل لاعب يبعد عن التجمعات عشان باذن الله يرجعوا لنا سالمين، وباذن الله يكونوا جاهزين 100% للتحدي الافريقي والنهائي الافريقي واهم مباراه في الموسم باذن الله عشان يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا ناخد برضو جزئيه اخرى، وده من حساب جول مصر على تويتر، وبيقول ايه: سيد عبد الحفيظ يعلن عوده هذا الرباعي الى الاهلي الموسم المقبل. وده حقيقي خلاص بشكل رسمي، بشكل رسمي الاهلي استقر من خلال مستر بيتسو موسيماني المدير الفني على اعاده المعارين تحديدا الاربعه دول: محمد شريف، اكرم توفيق، ناصر ماهر، وصلاح محسن. ونتمنى لهم كل التوفيق، الاربعه بصراحه لعيبه جامده قوي. خلينا نروح فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. خلينا نروح للترند العالمي ونتكلم في امر غايه في الاهميه بما انه يهمنا كلنا كمصريين، وهو تالق محمد النني. عفوا احنا فتحنا ترند الاهلي واحنا خلصناه، لكن خلينا نخش في الترند العالمي. محمد النني وتالقه امبارح في مباراه مانشستر يونايتد بعد فوز ارسنال 1-0، وكان احد ابرز العناصر في تشكيله ارسنال في هذه المباراه تحديدا. واحنا بنبتدي مع حضراتكم بحساب جريده تيليجراف على تويتر، واللي نشر تقرير عن النني بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه، ويعني بيقولوا ان محمد النني بيدي درس قوي جدا لكل اللاعبين. وبصراحه كلنا كنا متوقعين ان محمد النني بعد ما يروح بشكتاش اعاره فهيرجع ممكن يشارك في الكاس، بس ممكن ارسنال اصلا يبيعه، لكن اللاعب راجع عنده اصرار ان هو يثبت نفسه ويثبت امكانياته مع مدير فني جديد وهو ارتيتا المدير الفني الاسباني، ونجح في كده، وامبارح عمل مباراه اكثر من رائعه. مستمرين معاكم في الاشاده بنجمنا المصري محمد النني من خلال كل الحسابات العالميه على السوشيال ميديا، وتحديدا حساب جول على تويتر، واللي نشر فيديو اشاده بلياقه النني البدنيه في هذه المباراه، وفي الدقيقه 91 تحديدا محمد النني عمل تصرف في غايه في روعه. مش هينفع نعرضه لحضراتكم طبعا، لكن هو اللاعب كان خلاص هم كسبين 1-0 وفي ضغط كبير جدا مانشستر يونايتد، الكره كانت مع لاعبي مانشستر يونايتد في نص الملعب، محمد النني بيضغط عليهم بيحلق بلغه الكره على اللعيبه، فبيضطروا ان هم يباصوها للوك شو الظهير الايسر، اللوك شو ما لقاش حل ان هو يباصي لقدام فرجع لورا لهاري ماجواير، كل ده والنني ضاغط عليهم لغايه ما هاري ماجواير اضطر ان هو يتحرك بالكره فطلع بيها رمي التماس بالنسبه لفريق ارسنال. فلقطه كانت مهمه جدا بتدل على اللياقه البدنيه الكبيره عند نجمنا المصري محمد النني. بالتالي تصريحات ارتيتا كانت تصريحات مهمه جدا، وده من حساب فوتبول ديلي على تويتر، ونشر تصريحات لمايكل ارتيتا وقال: كنت سعيد جدا بالمستوى الذي وصل اليه النني، والراجل عنده قناعه تامه باللاعب في الحقيقه، وزي ما قلت لحضراتكم هو درس كبير جدا لاي لعيب ان هو ما يفقدش الامل في انه يكون متواجد في التشكيله الاساسيه لاي فريق ويحارب على مكانه، وده امر مهم جدا. طيب الاحصائيات الخاصه بمحمد النني ايضا معانا في حساب اخر، وهو بيتعلق ببعض الاحصائيات الخاصه بالتمريرات، دقه التمريرات 89%، 72 لمسه لمحمد النني، 62 تمريره، وخمس عمليات استرداد الكره. نتمنى ان النني دايما ان شاء الله باذن الله يوصل على هذا المستوى المميز، وهو كان بالنسبه لنا الترند العالمي النهارده نجمنا المصري محمد النني اللي لازم ياخد حقه في الحقيقه. خلينا سريعا ناخد المشاركات وسؤال الاسبوع معانا كمان الممتد معانا على مدار حلقات الاسبوع من الترند، وهو بيتعلق بالتشكيل الامثل للنادي الاهلي بعد انتهاء بطوله الدوري. معاذ حمدي قال ايه؟ قال الشناوي، فتحي معلول، حمدي، فتحي، السوليه، ديانج، وليد سليمان، افشه، والشحات الرائع، ثم هاني ومروان الهداف. كمان نور ايهاب قال الشناوي، رامي ربيعه، وايمن اشرف، ومحمد هاني، وعلي معلول، والسوليه، واليو ديانج، افشه، الشحات، اجاهيه، مروان محسن، واخيرا محمد سيد قال الشناوي، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السوليه، واليو ديانج، وحسين الشحات، وافشه، اجاهيه، مروان محسن. بصراحه كل لاعبي النادي الاهلي نجوم، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الاهم وهو نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله مع نهايه هذا الشهر الجاري. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى من نفس البرنامج. إلى اللقاء.